الا لما غيره ما بخش. صح ليه ابص على غيري؟ ابدا انا بنفسي. انا اول كلمه قلتها لهم قلت لهم انا اطور من نفسي، لازم انا الاول ابص لنفسي قبل ما ابص لغيري. وبعد واهم حاجه في تطويري من نفسي ان انا اتقبل الاخر مهما كان هو ايه. انا ما يهمنيش هو ديانته ايه، مؤمن بايه، شكله ايه. اللي يهمني ان انا اتقبله وانا وهو نخلق ما بيننا ارضيه نتعاون بيها مع بعض عشان نبني البلد. وهو لا لاي غلط بالظبط. انا هقول لكم على حاجه صغيره قوي انا بعملها، كنت بعملها في المترو لما بركب المترو. كنت بروح اقف واسيب حته صغيره قبل الشباك بتاع التذاكر، وافضل واقف والله العظيم نص دقيقه دقيقه والناس عماله بتخش، واحد يجي يقف ورايا يقول طابور. والله العظيم انا ما كنت بتكلم، اللي كان بيجي دايما ورايا يقول طابور، وهي كانت نص دقيقه دقيقه بس. هي دي النقطه. انا وانا مع سواق التاكسي انا ماسك السيجاره، انت عندك طفايه؟ لا. طب ماشي انا ماسك السيجاره لحد ما انا مش هرمي سيجاره في الشارع. مع ان لما رحت فرنسا انا بشرب سيجاره، طب ارمي السيجاره فين؟ ارمي في الشارع حبيبي، في حاجه هيلطف. والله والله العظيم ارمي في الشارع، في واحد هيجي ينطف بس. فهي كده يعني، مش هتيجي غير لما احنا الاول من انا كفرد اتطور وابتدي اشوف اللي جنبي انا اقدر انا وهو نساعد بعض ازاي. لو هو محتاج ان انا يعني افتح له دماغه في حاجه او اتناقش معاه في حاجه، الاول اتقبله، وبعد ما اتقبله ابتدي اتكلم معاك تمام، ونبتدي احنا الاثنين نرفع بعض. يعني مثلا لو انتوا كجروب كده جت طقت في دماغكم فكره ما وابتديتوا تشتغلوا عليها، واكتشفت انه جروب في حته ثانيه او جمعيه في حته ثانيه او تنظيم في حته ثانيه، روحوا اتكلموا معاهم وابتدوا نوثقوا مع بعض. هي مش هتيجي غير كده، فاهمين قصدي؟ لازم التيم وورك واللينكينج، يعني لازم في نتورك ما بين كل حاجه في نفسك. ساعتها لما لو انتوا مثلا ماسكين بروجكت وعايزين تغيروا قانون، او عايزين تعملوا قانون جديد، او عايزين تغيروا حاجه لائحه مثلا، وات ايفر ايه هي، بالضغط اللي ما فيهاش لائحه، بالضغط بتاعكم هيتعمل. هي دي النقطه. حضرتك تعرف ان الجامعه دي ماشيه من غير لائحه؟ توب سيكريت، طلبه ما يعرفوش. ما نعرفش جي سي بوليسي كده. بس هي كان بس في ناس مشكله في بتتكلم ليه، ايه ليه نعتصم وليه يعني نعمل الاضراب وكده ونرجع للطرق القانونيه. المفروض ان القانون بالقانون هيجيب حقنا، فيعني رايح كده في النقطه دي. لان يعني احنا في ناس مثلا من الناس اللي اتفصلت اصلا ما كانوش موجودين اصلا. ما كانوش المظاهره اصلا. لا كريستل، عشان انا هرجع اقول لك انا ما اقدرش افكي خالص الوقفه اللي انتوا عاملينها دي، انا مش هقطع عليكم. بس هو القانون يعني اصلا يعني مبدئيا القضاء بتاعنا عايز يتطور. القضاء لو انت داخل بالقانون ماشي، انت في مصر عشان هو ده النظام القديم وبص هو لكن هو ايه العيب في التظاهر؟ ما ده حق قانوني. يعني المشكله سوري معلش بس انا عايز اقول لك ايه. يعني انت تشتغل في يعني روح انا عايز كذا وفي نفس الوقت اعمل انت بتعمله. انا في ناس بقى شايفه ان هو الضغط ده اصلا لا خليك بس ماشي قانوني وهي حقك عادي. قانوني ازاي زمان مثلا؟ يعني انا ان شاء الله يعني انا كل اللي بعمله في اي وقفه او في اي حاجه بقول انه اهم حاجه تتطهر القضاء. القضاء عندنا زباله. زباله مفيش قضاء، احنا عندنا استهبال بجد والله العظيم. يعني انا مفيش فرصه جت ان انا اتكلم، لازم اول حاجه تتطهر القضاء، لان لو ميزان العدل اتعدل كله هيتعدل، يبقى في قانون يمشي على كل. فانا ما اقدرش اقول لك ان القانون هيجيب لك حق، لا دلوقتي مش هيجيب لك حق. يمكن لو الهيرو اوف ذا داي انت كنت مستني راجل اللي هو اللي هيطالب، مش يمكن صح؟ يمكن يعني كده خلاص. الله يعني انا ما عايز اقول احنا عايزين افضل الوحش. لو احنا لو الناس مثلا المثقفه اختاروا يعني تخيل لو كل الناس اللي هم بيقولوا احنا هنختار عمرو موسى عشان بيكره اسرائيل، لو سيبنا كل الناس دي تختار واحنا قاطعنا. يعني انا بس انا بناقش وجهه نظر حضرتك. انا معاك بس انا الفكره كلها اعمل اللي انت شايفه صح. انا مش مستني السيفير، انا مستني شعب. السيفير اللي جاي ده المفروض يبقى موظف. ده رايي بس. يعني احنا ممكن نشتغل امبارل. يعني اشتغل امبارل بس اشتغل امبارل ازاي اذا كان مبدا ان هو موظف ده مش عندك؟
يعني هي الفكره ان المبدا نفسه بتاع ان البني ادم ده موظف مش في دماغك، مش في دماغك انت بس، ده الملايين كلها، كل الملايين مستنيه السيفير. فانا بالنسبه لي لا، مش ده املي. لا انا املي في شعب عايش عيشه كريمه ويضغط يعني يمشي البلد على مزاجه هو، مش واحد هيجي يقول يمين يبقى يمين، ما ينفعش. طب انا عايز افهم وجهه نظر حضرتك في الموضوع ده. انا شايف ان ده انا بالنسبه لي انا ده شكل هزلي، ما ينفعش يبقى في انتخابات تحت خط معسكر، ما ينفعش يبقى في انتخابات وفي قانون بيقول انه اللي هيطلع مهما طلع مفيش حد يعني مفيش طعن على النتيجه، ده هي الماده 28 يعني مفيش طعن على النتيجه، استهبلوا ولا ايه؟ طيب هو في وجهه نظر بتقول ان الماده 28 مطلوب وجودها المره دي فقط خلاص علشان الناس عمرها في الفتره دي عمرها ما هيقدر يعني هيتفقوا على مرشح، يعني هيطلع واحد زي مرتضى منصور على سبيل المثال هيجي بعد انتخابات الرئاسه باسبوعين هيجي يقول لك الراجل دوت في حاجات اجرائيه، يعني هيتكلم ممكن يسقط الرئيس بحاجات اجرائيه ان الورقه الفلانيه مش عارف ما راحتش فين ولا مين ما ضاش على ايه ولا فاهم انت ازاي. ففي وجهه نظر بتقول ان الماده 28 موجوده المره دي ولازم تبقى موجوده علشان الناس يعني يفرض عليها شخص ما، احنا اللي بنخاف منه ان هي تتزور الانتخابات، هي دي المشكله. هو يا جماعه انا بس عندي تعليق صغير، انتخابات مجلس الشعب كان بيتم تصوره انا شايف ان زين لو عايز ناحيه من ناحيه ان هم قرروا ان هم ما لو تصوير فين في الورق ما كانش في تصوير في الورق، كان في تصوير في اراده الناس. لا صح. طيب مع احترامي ليكم يا جماعه مصطفى بكري واخد 200 الف صوت زياده في لجان، كان في 9 مليون صوت باطل، في تصوير كان في لجان اللجنه العليا يعني التصوير كان في الفرس، دي نقطة. القضاء الشرطة العسكرية دخلت ضربتهم واخدت منهم الصناديق في منطقة، وفي منطقة تانية على اخ دكتور معلش انا عندي سؤال لحضرتك، بس حضرتك قلت ان يعني ان كل فرد يساعد الفرد اللي جنبه لو عايز يفهم حاجه او عايز اقول له حاجه. دلوقتي انا كل شخص انا دلوقتي يعني فقدت الامل في ان احنا يعني فقدت الامل في الشعب عموما ان هو محتاج ان هو يوعى كتير قوي اللي بيحصل فيه دلوقتي. فلما باجي ابقى ماشي في الشارع بحاول ان انا افهم الناس ايه اللي بيحصل وليه العسكر لازم يمشي وليه كذا وليه كذا. لو كسبت واحد بس نعم هتكسب، بس انا لما بكلمه يعني كتير من المواقشات بتاعتي كده في اخر خناقه الناس مش مقتنعه. المشكله فيك انت مش مشكله مش فيهم. ان انا ببقى انت لازم تقعد تسمع هو موضوع من ايه. ولما لما تعرف ان هو موضوع من ايه تبتدي توصل له من المدخل ده. بس هما الكلام اللي بيردوه عليه دايما بيبقى رد اللي هو الطبيعي بتاع بني ادمين، اللي هو رد ان خربت البلد، والرد اللي هو العبيط ده اللي بيترد كل مره. انت شايف ان هو عبيط وهو بالنسبه له حياه وموت. وانا بقول لك لازم تعرف الاول هو بيشتكي من ايه وتعبان من ايه، وخد من كلامه هو واديله. طب هو في مشكله اكتر بيبوش ما بيبقاش قادر يتقبل الكلام، يعني انا بقنعه بفكرتي وهو يبقى باين عليه انه اقتنع وبعدين فجاه يرجع يقلب تاني لان هو مش قادر يصدق ان هو يعني كفايه ان انت بس ايه يعني لو هو فعلا هز رؤيته شويه عن اللي بيحصل ماشي، بس هي النقطه انه بعد شويه لما نكسب حق يعني لو كسبت واحد بس. انا يا جماعه انا ما بتكلمش على النهارده، انا بتكلم على 5 سنين و10 سنين قدام. بس انتوا ليه فاكرين انه هوبا يلا خلاص الدنيا خلصت؟ بس يا دكتور هي حركه كفايه لما ابتدت في اخر الحوار زي ما حصل ايام انتخابات مجلس الشعب انت كده لوحدك، يعني ابقى اقول له مثلا ان المجلس العسكري ده خلاص بقى في بيننا وبينه دم، ناس تمام. ماتت بسببه تمام. ازاي نروح الانتخابات هو اصلا بيدعو ليها تمام، فيقول لي ايه ده انت بتقاطع انت كده لوحدك، في دي كانت بتبقى نهايه الكلام يعني حتى بعد ما بتتجادل وتتناقش. سوري معلش ممكن اقول لك على حاجه؟ انت هنا مش لوحدك، فكره موقف ولا انت شايف ايه؟
انا شايف ان عشان يحصل تغيير في اي شيء في البلد لازم يبقى فيه يعني اجتماع من اعداد كبيره جدا. وحسني مبارك ما سقطش غير لما بقى 4 مليون في ميدان التحرير. لا وبره كان في العمال عملوا اضرابات والدنيا وقفت بالظبط. بس من ساعه المجلس العسكري فيه يعني ما فيش اتفاق على المجلس العسكري واجد والمجلس العسكري الشباب اتفاق بين الشباب كبير جدا. مع احترامي ليك العدد ابتدى يعني في الاول احنا انا نفسي ما كنتش مصدق ان المجلس العسكري او الجيش ممكن يعمل حاجه تمام. بعد كده ابتديت اكتشف انه لا ده المجلس العسكري بيعاملنا بقمع وشراسه اكتر بكتير من ايام مبارك تمام. شويه العدد بتاعنا يعني احنا كنا بنبقى في الميدان اللي كانوا في الميدان بعد يناير بعد التنحي كانوا 200 300 اخر مره.